أخونا تميم، تميم يقول شيخنا لم يكن من الواجب الآن إنقاذ ما تبقى من دماء إخواننا، واجب وفرض عين. والله هذه المسألة يجب على ولاة الأمور أن يتحدوا اتحادا تاما وتأتلف قلوبهم على كلمة يرفعون فيها راية لا إله إلا الله، وينصرون فيها إخوانهم المظلومين المقهورين في رفح. أنا 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 تقعدني معصيتي لكن لا أسكت عن الحق. لابد وجوبا على ولاة الأمور أن تأتلف قلوبهم وتتوحد كلمتهم الآن على نصرة إخواننا في رفح ورد هذا العدوان الغاشم. ولابد من وقفة قوية، وإلا تستباح دماء المسلمين بهذه الطريقة بدم بارد بهذه السهولة واليسر. وجب على ولاة الأمور أن يتخذوا قرارا قويا في هذا الباب وأن يعلنوا النفير. وهذه المسألة إن كانت شرعا يقال بها، ولكن جاهزية الحرب هذه ليست لنا، هذه للمتخصصين العسكريين المسألة عندهم. لكن سألت فأجبتك، يجب على ولاة الأمور أن تتحد كلمتهم وتتالف قلوبهم وأن يقفوا صفا واحدا وأن يرفعوا راية لا إله إلا الله وأن ينصروا إخوانهم المظلومين في رفح. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن رضي بهم ومن قواهم ومن شيعهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن رضي بهم ومن شيعهم. اللهم عليك باليهود ومن قواهم ومن عاونهم ومن شيعهم. اللهم امين يا رب العالمين.